شو يا بنات؟ مصطفى شو ليش ما عم تردي على تليفونك زينة؟ أنا ما بلومك، لأنه لو كنتي بتحبي فؤاد كنتي تصرفتي غير هيك. كنت من فترة عم تحكي لي عن وضع وردي، طمني عنا، شلون صار؟ لسات على حالة، أنا ما عم بقدر أتركها بنوب، عم ذكر بالماضي، عم أحكي لي عن حياتنا، عن كل شي صار بعلاقتنا، بس للأسف ما في تحسن. يعني عم تحاول ترجع لها ذاكرتها ما هيك؟ هي صرتي بالجامعة وبعد كم سنة رح تصيري دكتورة كبيرة، صار فيك تعتني بحالك. معنا مو بغرفتها، ايه يمكن هربت. وين؟ مجنونة. مجنون واحد مثلك أليس؟ عن جد انت واحدة مجنونة. بسوطة بتحاسب. Kendin ol yeter, sen beni bulunca aşkımızı arama. Seni yorunca anlamı olmaz, sorular kadar cevabı olmaz. Sorular zarar, kendin ol yeter. Ya Allah, deşif hübbeke Alice.